السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف بقيتوا حبيبي؟ كيف دوزتوا العطلة؟ كيف دوزتوا الدخول المدرسي؟ شي دخل شي مازال ما دخلوش؟ كنتمنى التوفيق للجميع والنجاح للجميع. حبيبي سمحوا لي انني كنتاخر عليكم، راكم عارفين الظروف اللي كنعيشوها مع هذا الوباء، مع الجري كنوجدوا الوليدات المدرسة، يعني دخلناهم الحمد لله دخلوا بسلام. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء وترجع الحياة كيف كانت أحسن. حبيبي اليوم غادي نمشي عند اختي ان شاء الله اللي كبر مني، غنمشيو عندها ان شاء الله، غادي نديرو لفتات او الرفيسة، كل واحد وكيفاش، والناحية الشلوح كيقولوا برماش، عاد تعلمتها هذه. المهم كنتمنى حبيبي انها تعجبكم الطريقة ديال الرفيسة اللي غادي دير لكم اختي ان شاء الله. يلا حبيبي بقاو معايا ونتلاقاو عندها. انتما البنات، انا اول حاجة هي انها تجاش، كل شيء معروفة، الدجاج كيتشرمل بليلة قبل، يعني هي شرملاتو في الليل بالشرمولة ديالو. درتي التومة، قزبر معدنوس، شوية الملحة، شوية البزار، سكينجبير، الخرقوم، وشوية ديال الزعفران الشعرة غير خفيف. درتي التومة وشوية ديال التومة، شرملاتو خلاتو ليلة بات كيشرب الشرمولة ديالو. دابا غادي تبدا عاوتاني هنا بالمصلة. هنا شحال ديال دريوس؟ 1 2 3 4 5 6 7، دايرة 7 دريوس كبار ديال البصلة، كبارين، وراس كبير ديال الثوم. ها انتما كيف كتشوفوا راس كبير كامل، هذا غادي يتنقى. وهي وجدت هنا واحد الحزيمة ديال القزبر المعدنوس. ها انتما البنات، هنا الربيطة ديال القزبر المعدنوس، وهنا البصيلة اللي قطعت، وهي كتصوب دابا الثومه. ها انتما البنات، هذا الراس ديال الثومه كامل كامل دارتو. دابا غادي تبدا، دابا غادي تحط اول حاجه، غادي دير الدجاج كامل صافي. دابا البصله، ديك البصله كلها اللي دارت كلها غادي تقطع هكذا بهذه الطريقه، طويله هكذايا باش كتجي ملبيه، كتجي لان هذاك هو اللي في اللفتات، غير بصله، مع انه وصلتني نجيب لها اللفت وصدقت انا نسيتو ما جبتولهاش، راه شبعتني دق عليه، مي ما عليهش، روعه اللفت، كتجي روعه. يعني نتوما زيدوا اللفت، انا فكرتها فيه دابا، راه حشمانه قدام الكاميرا ما كغسلتني على اللفت. ها انتوما البنات، نقطع ديك البصله كلها، غادي ترمي داك الثومه كامله، وغادي دير داك القبيطه ديال القزبر والمعدنوس. دابا زيت الزيتون، دارت كاس غير ديال زيت الزيتون، الملحه، هنا الملحه قدافي مع مرقده فيها الملحه، يعني الدجاج مرقد بالملحه وكل شيء، يعني ما تقويش الملحه. سكينجبير اللي هو الزنجبيل، والابزار الابيض والاسود مخلطين، معلقه كبيره ديال الخرقوم. شنو هذاك؟ الزعتر مطحون. الزعتر البنات مطحون، انا ماني مدات فيها الزعتر، داكشي باش كتجي الفيسه ديال البنينه على ديالي، انا كناخذ الاسرار على البنات. شفتي هي الحاجه اللي مبدله عليها، انا ما كنديرش الزعتر، هذه البنات مزيانه. ومزيان انه مع كيكون مع الملاوي وكل شيء بحال اللي كيهضم. انا ملي كناكل الرفيسه ديالي يومين باش كنهضمها، عاد فهمت. صافي البنات، دابا درتها فوق البوطه، هانتوما كيف كتشوفوا، غادي ديرها وتخليها على ما تشحر شويش، وعاد غادي تمرقها. كنشوفها كتصل واحد جوج مطيشات، غنشوف شنو غدير بهم. هنا حبه ديال المطيشه مكوكه، وحبه قطعتها قسمتها على 4 صافي، وكترميها هكا. غادي تسمعوا اختي الماعن، لان اختي من داك النوع الماعن اللي دارت كتغسلهم ديك الساعه، هي ما كتجمعش. صافي دوك الطبيصلات وسختهم بمطيشه، غسلتهم، ردتهم في الشبكاعات، وليت تحرك الحاجه اخرى. بسم الله. صافي هنا غادي تحرك، صافي باش كتدخل ديك المطيشه، كتدخل مع العطريه اللي دارت، مع البصله، مع الدجاج، مع كل شيء كيتخلط. ثم كتسمعوا الطناجره راه بدات كتشحر، غادي تغطي عليها تتشحر.
صافي تغطى عليها حتى تشحر وغادي تمرقها. ها انتما البنات هنا باش كتمرق، ودائما كانت كتغوت عليا كتقول لي كبي في الجنب ما تكبيش في الوسط كتغسلي لي العطريه. صافي دابا غادي تمرق مزيان الطنجره القياس اللي غادي يطيب فيه هذاك الدجاج. دابا غادي تسدي عليها او تخليها طيب على خاطرها. غادي نشد عليها شويش، غادي تسدي عليها واحد شويه. صافي غادي تسد عليها تقريبا كاع ديك العشرة دقائق كاع. صافي وغادي صافي وغادي تفتح عليها ونشوفوا ان شاء الله كيفاش غتكون. لقيت لي نشربوا فيه قهوه ان شاء الله. يلا بقاو معنا حبايبي البنات. راه شتا غادي تزيد معلقه ديال السمن، السمن الحر ولا كي كيقولوا المصريين السمن البلدي اللي ما كيحتاجش المائده المغربيه لا في الطاجين ولا في اي حاجه. صافي دابا غادي تسد عليها ما بقى حتى حاجه تزيديها. صافي المهم البنات صيفط الزوج ديالها مشى جاب لها اللفت كيف كتشوفوها هي كتقطعو باش غادي تضيفو مع الخضيره ملي غادي يطيب الدجاج ان شاء الله. هنا البنات ضافت حبه واحده ديال القرعه صغيره من حيت عندها ديال الجريده، وضافتها لانها غادي تزيد حتى هي البنه في الرفيسه. دابا البنات خدات الحلبه دارتها في كاسرونه بوحديتها، لان كاين اللي ما كيبغيش ياكل الحلبه، يعني غادي تطيبها بوحديتها ماشي مع المرقه اللي غادي تسكي بها لكلشي. دابا كبت عليها الماء وغادي تخليها تقريبا واحد الربع ساعه، وعاد غادي تصفيها من داك الماء وتطيبها. هنا البنات غادي توجد الملوي. شنو درتي ليه هنايا؟ درتي القمح. القمح دارت القمح ها انتما كتشوفوه، راه القمح الكامل البنات كيبان هنا والفينو والفرينه. صافي درتي فرينه؟ ما درتيش فرينه، ما كديرش فرينه، كدير البنات غير الفينو ودقيق القمح الكامل انتما كتشوفوه، ودارت الملحه وغادي تخلطوا بالماء عادي، يعني ما كاين حتى شي حاجه، ما كديري لا خميره انت لا خميره لا حتى حاجه. غادي دير الخميره البلديه البنات اللي باغيين الطريقه ديال الخميره البلديه راه عندي في القناه غادي تلقاوها. اجي وريني ديك الطويصه عندي. بسم الله زيدي هنا باش تبان لي. زيدي هنا فوالا، دي الخميره البلديه الاصليه ديال المغرب. راه اللي بغى الخميره هذه البلديه البنات راه عندي في القناه راني دايرها كطبيب باللبن. حتى انا هذاك الشيء باش خدمتها باللبن وبالفول ودرتها. شحال غادي ديري تقريبا؟ شويش غير باش كيجي معلقه تقريبا. صافي معلقه البنات. صافي وغادي تبدا كتخلط بالماء عادي. الريحه ديالها غزاله طالعه، انا كتعجبني ديك الحموضيه ديالها. صافي هنا البنات غادي تخلط. انا عندي القطعه اللي كتعجبني باني نخليها هكا نقيقي خاص ديال كنجوبن فيه باش نديرها في الماشين. البنات اختي حتى كتخلط العجينه وعاد كديرها، عاد غادي ديرها في الماكينه. واشتو هذه انا ما كنديرهاش، انا كنرمي كل كلشي في دقه واحده. انا كتعجبني هي لا حتى كتخلطها هنايا وعاد كديرها في الماكينه. صافي البنات المهم غادي تعجنها ومن بعد غادي تخليها ترتاح ونكمل معاكم. انتم البنات دابا صافي طاب. غادي تشوفوا، غادي تشوف حلت عليها. صافي طابت الدجاج طاب، كلشي طاب. غادي تاخذ من المريقه ديال الطنجره دفلت لك معليش، وغادي ديرها على الحلبه لان قبيله كيف ما شفتوا دارت الماء في الحلبه وخلاتها رقدت شويش وغسلتها خوات هذاك الماء. ودابا غادي ديرها طيب في مريقه بوحديتها، لان غادي ديرها بوحدها. شوف شنو راه كدير هنا اللفت البنات. فوالا غادي دير اللفت والقرعه. صافي غادي دير اللفت وغادي دير القرعه. جربوا غادي يكون يعجبهم الطريقه، كتجي هائله كتجي غزاله. كاين اللي كيدير العدس كاين كلشي، ولكن كل واحد الطريقه ديالو في الرفيسه. كيقول لك واش راه كدير كسكسو ولا كدير الخضره فهمتيني، غادي نعلقوا شويه ولكن كان يجربوها غادي تعجبهم. فوالا البنات لحقاش حنا ما كنديروش فيها العدس، كاين اللي كيدير العدس وكليت هذا العدس كتجي هي غزاله ولكن هي ما بغاتش. صافي البنات هذه غادي تبقى هنا هذه الحلبه هذه حتى كطيب مزيان، لان ما كتخلطهاش مع المرقه الاخرى
كتخليها في التالي كتشوفوها في التقديم كيفاش غادي تقدمها، غادي تحطها بوحديتها في الزليفه اللي كيبغيها، ماشي تقلب لك الكاسرونه شديها. هزيدها مريقه، تزيدها اميها حتى هي باش تطيب على خاطرها، وغادي تحطها بوحديتها لان هذه هذيك اللي ما كيبغيهاش. صافي بقيتو معنا هكذا حتى نمشيو نكملوا. غادي نكملوا الملاوي اللي بدينا ان شاء الله. صافي البنات، الملاوي راكم عارفين الطريقه ديالهم، كتقطعيهم هكذايا كويرات. هذه التريال وكتخلي انتي محيت صغيره. يا حليلي اختي مازال كترحب بيا، دائما كانوا يخليوها لي خواتاتي هكا هما والواليده الله يرحمها في هذا النهار المبارك السعيد، ويرحم امهات جميع المسلمين ان شاء الله. كانوا دائما كيخليو لي انا هاد الصغيره باش نجلس نلعب فيها في التالي، زعما كاين يعلموني فيها. ودارت هنايا هنا غير زيت الزيتون ياك. صافي هذيك فيها زيت الزيتون يعني زيت البلديه. صافي وغادي تبدا كطويهم عادي، يعني الطويات العاديين بحال اللي درت انا الملاوي الاخرين، وغادي نطيبهم ان شاء الله ونرجعوا معكم ان شاء الله بحول الله الاخر. يا حب قلبي ما ينقاس، يا نبع الطيبة والإحساس، يا حب قلبي ما ينقاس، يا نبع الطيبة والإحساس، ترى حبت علي مكتوب، يا خيتي يا غلاها الناس، ترى حبت علي مكتوب، يا خيتي يا غلاها الناس. وعافيتي الغالية حبيبتي، ثم البقية تاتي، ثم البقية تاتي، انتي انتي نهاية دمعي، ربي يخليك ادعي، كلش قريب على القلب يا الصايرة من ضلعي، يا الصايرة من ضلعي. اميرتي وما البنات ملي كتجبدو كتقتلو مسكين بالطق والنتيف باش كيجيها زوين. شوف تبارك الله كيف جاي مفتوح. كنقطع الصوت البنات على حسب الصوت ديال الكوكوت باش مي عطيه رقيق. تبارك الله هو خفيف مسكين، قتلتيه بالدق. شفتوا البنات دابا احسن المرحله هي هذه، هي ملي كتبداو تحطوا وانا تعطوني نقطع لكم باش وحده نقطعها وحده ناكلها. تبارك الله كيف كيجي ما شاء الله وما يرغبك. يلا دابا البنات نبداو نقطعوه، راكم عارفين وهي راها كتكمل القياس. صافي غادي يبقى هكذايا حتى نكملو البنات ونرجعو معاكم. صافي البنات كملات كيف كتشوفوها، هي دي قطعناها رقيق 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 بزاف، خصو يجي رقيق هكذايا مقطع. صافي غادي تفورو باش كيسخن شويه وغادي تقدمو. ها هي حبيبي القصيعه كملات، كملتها اختي الله يعطيها صحيحتها والله يعطيها كل ما كتمنى ان شاء الله. هانتوما دابا هذه هي طريقتها، كل واحد والطريقه ديالو، كاين اللي كيدير العدس، كاين اللي كيدير فيه الحمص، كاين كل واحد والطريقه ديالو ديال رفيسه كيفاش هي كتفضلها هكذا. في التالي كتزوقها بالبيض وكتزوقها كدير حتى اللوز، غير ما دارتش هذا النهار اللوز، وكدير البرقوق والمشماش كيف كتشوفوا حبايبي. ها انتما المشاهدين راه اختي كتهضر ليا حشمانه كيف كتشوفوا البنات. المهم هي راه حشمانه ما قدرتش تهضر، داكشي باش خليتها هنا. دارت الحلبه لان راكم عارفين البنات كاين اللي ما كيبغيش ياكلها، راكم شفتوا الطريقه باش طيبتها قبالي يعني بديك المريقه ديالها نيت. وهنا دارت لاصوص اللي جاتو ناشف غادي يزيد. صافي والقصيعه طيبناها عند اختي وغادي ناكلوها عند حنان، وراكم كتعرفوا حنان حنونه راكم كتعرفوها مولفين بها هي حدايا. مساء الخير المشاهدين الكرام، شخباركم كي دايرين مع الصحه؟ كلكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله، والله يبعد علينا هذا الوباء ونكونوا بصحه جيده نتوما والعائله وجميع المسلمين. كنهدي لكم القصعه كنهدي لكم هذه القصعه المعتبره من يد خالتي ما شاء الله عليها،
يعني صراحة شي حاجة روعة، وكنتمناها لكم ان شاء الله من خالتها الكبيرة وخالتها الصغيرة غتاكل. وتبارك الله عليكم، ونتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. تحية لكم جميعا حبيبي، ومرحبا بكم والف مرحبا. وكنتمنى انها يجمعنا الله سبحانه وتعالى شي نهار يعني وناكلوها جميعا، وتلي ما تجمعناش مع الدنيا نجمعوا معها في الاخره في الجنه ان شاء الله. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، على اللايكات ديالكم الجميله، على التعاليق ديالكم الجميله اللي كنقراها وحده بوحده، واخا ما كنردش ولكن كان نحاول انني نرد على الاكثريه. شكرا لكم حبيبي، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.